شوف انا اختلفت مع حسام وابراهيم فتره تمام انما من حقه انه ياخد يعني فرصته. انت بتشمه ليه؟ طب ما احنا جبنا فلان وفلان هو حد نجح في مع المنتخب الا المصريين كابتن جوهري لا محمد ده نقول هو هيرجع منتخب مصر. بص انا وراه وبسنده ودعمه هو والمنتخب وابراهيم تمام لكن اللي طلع الاقرع ده عمال يشتم فيه. هو انت مصري؟ لا انا انت سعودي محترم السعوديه في دماغي. هو انت دي قناه مصريه؟ لا دي قناه سعوديه. طب انت مالك ومال حسام ابراهيم؟ ما تتكلم عن المنتخب السعودي تمام. وانا ما اعتقدش انه السيد تركي الشيخ هيقبل باللي قاله عن حسام ابراهيم لانه بيعمل. احنا ما صدقنا الخلاف خلص بين الشعبين، كان حاجه كده سحابة سيف تمام. ف نرجع بقى هل انسحاب محمد صلاح كان سبب من اسباب هزيمه؟ لا لا لا، هو محمد صلاح من يومها لعب سؤالي واضح. لا بس هو انجاز النهارده في لعب من يومها اول ماتش النهارده يبقى كان مصاب ولا مش مصاب؟ كان مصاب. بص يا بيه البطوله انتهت. بص محمد صلاح اسطوره كرويه عالميه. دي حقيقه. مش ثانيه واحده يا دكتور معايا ثاني اسطوره عالميه كرويه. ليه احنا عايزين نحطمه؟ عشان نحيي اسطورات محليه؟ مش كده؟ فاهمين طبعا. فاهمين سياده المستشار. هو ثانيه واحده اتفضل سياده. ادي واحد اثنين. اللي زعلان من محمد صلاح انه لم يدعم غزه اول اسبوع. انا عامل فيديو برد فيه على محمد الصهيوني. هينزل خلال يومين. محمد الصهيوني لان انا ليا صفه اللي هو كذب وقال ان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ومصر هي اللي كانت بتمنع دخول المساعدات. ومشي وراه الراجل اللي اسمه بايدن وطلع بايدن ده ذكاء اصطناعي. بايدن ده ميت من زمان واخد بالك؟ وقال نفس الكلام. خلاص؟ ده قال على مصر المكسيك. هو بقول لك ميت من زمان. ثانيه واحده تمام؟ ده هينزل 48 ساعه وخلص واحمد بيظبط المونتاج بتاعه. تمام. انا ليا سؤال. انا شفت الكابتن اللي انا بحبه كرويا ابو تريك طلع عمل فيديو قال 50 يوم يا كفره، 50 يوم ما حدش بيتكلم عن فلسطين. طب ما انت اول مره بتتكلم عن فلسطين بعد 50 يوم. طب على الاقل محمد صلاح اتكلم بعد اسبوع. وعمل فيديو الناس بعد اسبوع. انت لا هو اللي قال كده 50 يوم. انت كنت فين انت ال 50 يوم؟ تمام. انت عارف هو بقى قال 50 يوم ليه؟ لان في وزيره قطريه محترمه ما اعرفش وزيره ايه راحت عدت الحدود من معبر رفح وعملت حديث هناك في منتهى الشجاعه. فلما لقى قطر كده قال لك 50 يوم. انا حاسس ان هو خد الاذن ان هو يتكلم. برافو عليك. سياده المستشار سؤالي معلش لحضرتك. انت مين بقى؟ انا مصطفى عبد الرحيم موقع زائد. موقع ايه؟ زائد. زائد. موقع مصري. دلوقتي هل الكابتن حسام حسن هيقدر يحتوي الكابتن محمد صلاح على الرغم من نجومه؟ طب مين خلاف مع محمد صلاح ليه؟ زي واحد يقول لك هل هو هل مرتضى وهو جوه هيتخانق مع القاضي ولا مش هيتخانق مع القاضي؟ الكلام مفيش كلام ده عيب. هو حسام دون مش كان في كاس العالم 90 يا بقاله كام سنه؟ يعني 90 25 سنه ممكن؟ يبقى انت بليغ 24 سنه. 24 سنه جايه بقى. 34 يا ابني النهارده 34 سنه. تم انقطاع سنه 90 وعليه التصالح. الخطوات اللي جايه طعن في الاداريه العليا ده اول حاجه بتعملها. لا هو طعن الاداريه العليا دكتور ماجد اللي هو صاحب الدعوه ده. انا مدعي عليا انا فاهم.